نروح بقى على مقر جريدة الجمهورية وزميلتنا العزيزة روزان نصر اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع، وهيكون كمان ليها لقاء مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية، وأكيد هتناقشوا في مجموعة من المانشيتات. طبعا مانشيتات النهاردة لا تخلو من الكلام عن الأرقام القياسية لمحمد صلاح، وكمان في مانشيت جديد بالتوقف عنده طلبات كيروش في مرحلة ما قبل المونديال وأمم إفريقيا. روزان صباح الفل عليكي، صباح الفل على ضيفك العزيز، اتفضلي سامعينا. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة من مقر جريدة الجمهورية، هنبدأ فيها بأهم العناوين اللي ذكرتها يا كريم من جريدة الجمهورية. استعدادا لتصفيات المونديال وأمم إفريقيا، أربع طلبات لكيروش وصلاح 2021 شكل تاني. من جريدة البيان الإماراتية، أرقام قياسية بالجملة لمحمد صلاح في فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد. من رياضية السعودية، تعرف زعيمها. وأخيرا من جريدة الشرق الأوسط، تقنية الفار لا تزال في مرحلة التطور وأخطاء الحكام الكوميدية تتواصل. طبعا هيكلمنا أكتر في تفاصيل هذه الأخبار الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية الأستاذ حسام الغرباوي. خليني في البداية أرحب بيك طبعا منور شاشة قناة الأهلي. يعني خليني طبعا أسألك عن طلبات كيروش من أجل المرحلة الحالية. طبعا كروش بيسعى جاهدا ان هو يجهز منتخبنا الوطني بشكل قوي جدا، من خلال طبعا اختيار الاوقات المناسبه لانطلاق المعسكرات، خاصه المعسكر الشهر الجاري. فهو فضل ان شاء الله من اول طلباته ان هو يكون المعسكر ينطلق يوم 7 بعد مباراه القمه اللي ما بين الاهلي والزمالك، اللي احتماليه تقوم في يوم احد ايام الاربعه او خمسه من الشهر الجاري باذن الله، بحيث ان يبقى يديهم يبقى اللاعبين في فترة راحة قبل ما ينضموا للمعسكر. ده إلى جانب طبعا احتياجه الشديد لعودة الجماهير المصرية، يعني هو بس بشكل أكبر، يعني ما يكونش بأعداد قليلة، إن هو بيحاول ما يقرب من 25,000، يعني زي تكون دفعة قوية جدا. طبعا دي هتحتاج إجراءات. ده إلى جانب طبعا أهم حاجة اللي هي الوديات اللي هو بيسعى ليها، بحيث ان يبقى في قوه اكبر للمنتخب واعداد اقوى قبل السفر للكاميرون. ده الى جانب طبعا ان هو عايز يعجل شويه باخر معسكر بدل يوم 7 بدل يوم 9 ان شاء الله، بحيث ان يبقى في فتره اطول للاعداد. ودي افضل، دي اهم طلبات كروش، وطبعا بنتمنى له التوفيق ولمنتخبنا الوطني. كلمنا بقى أكتر طبعا عن مباراة ليفربول وأتلتيكو وأداء محمد صلاح الفترة الأخيرة، يمكن ده من أبرز الأخبار اللي معانا النهاردة. طبعا كل التوفيق لنجمنا المحبوب محمد صلاح، اللي طبعا بقى فخر العرب والمصر. قدر طبعا هو من خلال لأول مرة في تاريخ ليفربول ان هو اللاعب الوحيد ان هو قدر يسجل فيه خلال 9 مباريات متتالية. طبعا ده ادى الأفضلية لليفربول وتصدر المجموعة الثانية ب9 نقاط، ويتغلب على أتلتيكو مدريد، وان هو يعني يثأر منه بشكل قوي جدا، وكانت المباراة قوية للغاية، وسجل طبعا افتتح محمد صلاح. وفي نفس الوقت هو أحرز الهدف الثالث من خلال ضربة الجزاء، وكانت المباراة مثيرة بشكل قوي، لأن طبعا جريزمان حاول أنه هو طبعا يعود بالمنتخب بالفريق المناسب بشكل قوي، قدر يحرز هدفين، ولكن طرده أشعل المباراة حماسة. ولكن طبعا ليفربول وعلى رأسهم محمد صلاح قدر أنه هو يستغل الـ خروجه للنقص العددي، وقدر ان هو طبعا يضع ليفربول في الصداره. فكل التوفيق ليه لمحمد صلاح. من الاخبار كمان المهمه بعد فوز طبعا الهلال على النصر وتاهل فريق الهلال لدوري ابطال اسيا، يعني شايف يعني ازاي الاداء كان بشكل عام؟ كان الاداء طبعا قوي، الفريق الهلال فريق قوي جدا، وهو بيسعى طبعا بعد ان هو كده في وصوله للنهائي بشكل قوي جدا، بعد هدفين لموسى وسالم الدوسري كانوا ظاهرين بشكل قوي جدا. فطبعا ده هو النهارده ان شاء الله في نصف النهائي، الفريقين الكوريين الجنوبيين طبعا هيبقى فيه هونداي وبيونج باين، او يعني على ما اعتقد. فالنهارده النتيجه اللي هيفوز منهم ان شاء الله هيواجهوا الهلال، هو طبعا بيسعى للتتويج بالهدف او بالبطوله الرابعه ليه. فطبعا احنا بنتمنى له كل التوفيق، لان هو فريق بالفعل يستحق. يعني
في النهاية بقى خليني أتكلم معاك على تقنية الفار، هل حاليا الحكام استوعبوا تقنية الفار بشكل كامل أم لا؟ طبعا ما زالت تقنية الفار على فكرة في رغم مرور فترة كبيرة على دخولها الملاعب، ولكن ما زالت في هناك كثير من الحكام في يعني ان هم لازم يخشوا تحت معسكرات كتيرة جدا ليتقنوها تماما، لان تقنية الفار بصراحة بتبقى عايزة تركيز واعداد كبيرة من الساعات عشان يحصل الحكم على الخبرة اللازمة، لانها طبعا بتتسبب في مشاكل كتيرة. ده اذا الى جانب ان التقنية نفسها مدى تطورها، احنا كان عندنا في مصر في مشكلة حصلت لان كانت التقنية نفسها متأخرة شوية، فاكيد بيحصل في تطوير على المدى، فهي ما زالت من وجهة نظر وكثير من الخبراء ان هي ما زالت تحت التطوير وتاخد بعض الوقت لغايه لما نوصل للمطلوب ونقضي على مشاكل الملاعب ما بين طبعا الفرق والحكام ان شاء الله. بشكرك جدا الاستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي هنا بجريده الجمهوريه، دي كانت ابرز واهم الاخبار من جريده الجمهوريه، بشكركم وعوده ليكم مره ثانيه. كل الشكر ليك زميلتنا العزيزه روزان نصر وضيفك الاستاذ حسام الغرباوي، واكيد الشكر موصول لزميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم. جميل جدا.